اهلا بيكم معانا في موقع اوكازيون وفيديو جديد. النهارده معانا منتج جديد، ساعه جديده، وهي التي 500 بلس ماكس. بصراحه كنت متحمس جدا للفيديو ده، ولكن بعد ما جربت الساعه هل هي تستحق الشراء ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو دلوقتي. قبل ما نبدا الفيديو، لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. الساعه دي اتعرضت علينا سيريس 7 شكل جديد، وساعه كامكانيات وكلام على الورق جميل جدا. طبعا احنا اي سمارت ووتش بتجيلنا لازم تجرب، مش اي سمارت ووتش تيجي نعمل لها فيديو وننزلها على الموقع ونقولك تستحق الشراء، لا، احنا بنجرب المنتج. السوق مليان سمارت ووتش كتير قوي، بس مش اي سمارت ووتش تنفع تنزل على موقع اوكازيون. ليه؟ لان احنا اللي بيشتري من موقع اوكازيون لازم يشتري حاجه موثوق فيها، والاصدار اللي بيبقى عندنا احيانا بيبقى مختلف عن اللي في السوق، ولو لقيته شبه اللي في السوق مفيش مشكله خالص، تقدر تشتري من اي مكان. مهمتي في القناه اقول لك الساعه فعلا تستحق الشراء ولا لا. نفتح مع بعض البوكس ونشوف المحتويات. مكتوب عليها واتش 7، يعني الجيل السابع من التقليد لساعة أبل. بعد كده بنلاقي كتيب التعليمات، وبعد كده بنلاقي الشاحن. طبعا الشاحن عادي ماجنتيك مش وايرلس، والاستراب السيليكون مقاس 44. واخر حاجة طبعا بنلاقيها الساعة. الساعة هنا بتكون مختلفة عن السمارت ووتش اللي هي سيريس 5 و6، لان هنا بتكون الحواف بتاعتها حادة زي الايفونات اللي هي ايفون، من اول ايفون 12 12 وايفون 13. شكلها مختلف بصراحة، جميلة جدا. المفروض امكانياتها اللي هنتكلم عنها كويسة جدا، وسعرها المفروض اقتصادي جدا، يعني سعرها ما كانش يتخطى ال 400 جنيه. اول ما بنفتح الساعة مع بعض بتكتب ووتش 7. اول حاجة بنلاقيها مع بعض الشاشة، يعتبر كبيرة بالنسبة للموديلات اللي في الفئة السعرية بتاعتها. وكمان بنلاقي زرار السكرول في الجنب شغال، اقدر اغير منه الخلفيات زي ما انا عايز. بقدر ادخل على القايمة واصغر الايقونات بالشكل ده كده، واكبر الايقونات. ساعة بتيجي بسبع خلفيات مختلفة، وتقدر تغير ما بينهم، وكمان لما بتربطها بالابليكيشن تقدر تنزل اي سيم انت عايزه، او تحط صورتك الشخصية على الساعة. الشاشة والالوان بتاعتها كويسة جدا، وحجم الشاشة مناسب. بالنسبة للساعة وتجربتي ليها تحت اشعة الشمس او في النهار، طبعا لان استخدامنا مش هيبقى اندور كله او داخل البيت، لازم هنستخدم الساعة برة، ودي حاجة مهمة جدا. فانا جربتها بره زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، الساعه تقدر تشوفها بمنتهى الوضوح في الشارع عادي تحت اشعه الشمس، يعني عدت في الجزئيه دي ان الشاشه بتاعتها كويسه جدا وتتشاف. ننتقل للجزئيه اللي بعد كده، وهي القايمه الداخليه. الساعه بتيجي بشكلين للقايمه الداخليه، الشكل ده والشكل ده. كمان الساعه بتدعم اللغه العربيه، وطبعا لغات تانية كتير منها الانجليزي والاسباني وغيرها، بس اهم حاجه انها بتدعم العربيه. الساعة المفروض انها بتجيب لك اشعارات الواتساب، الفيسبوك، كل الاشعارات اللي بتجيلك على الموبايل هتجيلك على الساعة، ومنها طبعا المكالمات. الساعة بتدعم الاتصال من الساعة نفسها بدل من الموبايل، وهنا الجزئية اللي الساعة للأسف فشلت فيها. حاولنا نعمل تيست للمكالمة من اكتر من مكان مقفول او مكان مفتوح، للأسف لقينا كده. ايوه سامعني كده؟ سامعني؟ ناقص ابلع الساعة كده. الو سامع الصوت كده؟ صوت الساعة مش مسموع لا في مكان داخلي ولا مكان خارجي، تحس ان انت بتتكلم من مكان بعيد. طيب قلنا يمكن المشكلة في القطعة اللي جاية لنا نجربها، فطلبنا قطعة تانية وتالتة، نفس الكلام نفس المشكلة. الموديل ده بيدعم الاتصال ولكن انت اللي بتكلمه مش هيقدر يسمعك، لان الساعة المايك بتاعها سيء جدا جدا، فلا يعتمد عليه في الاتصال. لو انت الجزئية دي مش مهمة بالنسبة لك تقدر تشتريها من اي مكان، لكن للأسف هي مش هتكون موجودة معانا ضمن السمارت ووتش اللي على موقع اوكازيون، لان دي خاصية من ضمن الخواص اللي موجودة في الساعة. سواء صوتها واطي بنقول في الفيديو، سواء صوتها عالي بنقول في الفيديو، ولكن لازم الخاصية تكون موجودة. هنا الصوت رايح تماما، يعني مش هتعرف تتصل منها. نكمل بقية المميزات. الساعة فيها إمكانيات كويسة جدا، منها الاستراب السيليكون بتاعها
بيكون مقاس 44، يعني اي استراب من الاسترابات اللي هي تقليد لابل او استرابات ابل تركب عليها عادي جدا. في استرابات كتير موجوده على موقع اوكازيون باسعار رخيصه جدا. الساعه بتدعم الاوبشن الصحي والاوبشن الرياضي زي الهارت ريت ونبضات القلب، والاوبشن الصحي اللي هنتكلم عنه كمان شويه بالتفصيل. كمان فيها الاوبشن الرياضي زي اي سمارت ووتش كوبي لساعه ابل. الساعه بتدعم تشغيل الموسيقى على الساعه بدل التليفون، وتقدر كمان تتحكم من الساعه للموسيقى اللي شغاله على التليفون، والصوت طبعا هيبقى طالع من الساعه. فيها خاصيه سيري، ان انت تضغط ضغطه طويله على البكره كده هيجيب لك خاصيه سيري، او اللي هي تقليد طبعا لسيري لان الساعه دي كوبي، اللي هي خدمات جوجل لو انت هتشغلها على اندرويد. خلينا نشوف اكتر تفاصيل الساعه مع بعض عن قرب. طبعا الفريم معدن، وهنا بنلاقي مكان المايك والزرارين شغالين، وهنا بنلاقي السبيكر موجود، وده مكان الاستراب، ده كده حجم الساعه او شكل الساعه. وفي الظهر بنلاقي مكان الشاحن والسنسورات. بنشغل الساعه عن طريق الزرار الجانبي ده. ندخل على القايمة من الزرار اللي في الجنب ده، ده شكل القايمة شبه ساعة ابل. كمان نصغر او نكبر الايقونات، ولو سحبنا من فوق لتحت يجيب لنا اخر اشعارات، اما لو سحبنا من تحت لفوق هيجيب لنا الاختصارات، الشحن بتاع الساعة ومشغل الموسيقى. رجع كده، وهنا ده دوال مود، وهنا الكيو ار كود بتاع الابليكيشن داونلود ابليكيشن، وكمان هنا ده شكل القايمة الشكل ده او شكل ابل الشكلين، وهنا الفون بوك، وكمان هنا الدايلر او الاتصال نقدر نتصل من الساعة. الساعة بتدعم اللغة العربية. خلينا نتفرج على حاجة في الساعة عشان نبقى شايفين الساعة بالظبط. نغير بس شكل القايمة عشان يبقى ظاهر معانا كل حاجة في القايمة. أول حاجة بنلاقيها الخطوات، احتساب الخطوات، وبعد كده معدل ضربات القلب وضغط الدم الاتنين في واحد، وهنا الاتصال تقدر تتصل لما تكون رابط الساعة بالموبايل، ودليل الهاتف اللي احنا لسه شايفينه. لو سحبنا بس كده برضه هيقلب أو نقلب من البكرة. هنا الجري وحرق الدهون، هنا تذكير بالجلوس والقفز الأوبشن الرياضي يعني، كرة السلة غير برضو بالبكرة، وهنا كرة الريشة والكرة الطائرة وركوب الدراجات والتنس. بعد كده الوضع المزدوج اللي احنا لسه جايبينه من بره، ومشغل الموسيقى مش هيشتغل معانا لما نكون رابطين الساعة بالموبايل، وهنا بيفتح الكاميرا على الموبايل كرة الساعة بالموبايل، وهنا الساعة تشتغل كريموت لكاميرا الموبايل، لكن الساعة نفسها ما فيهاش كاميرا. هنا الستوب ووتش هنقلب برضو، هنا بحث عن الموبايل، طبعا لازم تكون رابط ساعة بالموبايل، فيها التوكس، وهنا فيها الاشعارات سواء الرسائل الاس ام اس او الواتساب والكلام ده كله، وهنا الريسيت اقدر اعمل ريسيت للساعة. اقلب بعد كده هنا الكيو ار كود بتاع الابلكيشن اللي هو الوير فيت برو، وهنا نمط الشاشة اغير الايقونات زي ما قلنا. احنا دلوقتي جايبين الوضع ده عشان نشوف كل حاجة. اكتر دي بنلاقي فيها عن الساعة، ده اسم الساعة والإصدار، وبرجع تاني بلاقي ضبط اللغة أقدر أغير اللغة وتحديد الوقت. هنا دي ميزة برضو كويسة، أقدر أغير الوقت بتاع الساعة يدوي مش محتاج الأبليكيشن، وكمان أقدر أغير التاريخ برضو يدوي مش لازم الأبليكيشن. وبعد كده بلاقي الألعاب، هنا الساعة عليها لعبة واحدة اسمها سنيك فان، ده شكل اللعبة. دي كده كل الاوبشن اللي موجوده في الساعه نفسها وفي القائمه الداخليه. طبعا الساعه بتشتغل على الاندرويد وعلى الايفون، مفيش اي مشكله خالص، عن طريق برنامج الفيت برو، والبرنامج ده سهل وشرحناه قبل كده في كذا ساعه، وبرضه هقول لك دلوقتي خطوات ربط الساعه بالموبايل بالنسبه للاندرويد والايفون، الاثنين نفس الخطوات بالظبط، والابلكيشن سهل وبسيط، هنشوف دلوقتي مع بعض. خطوات ربط الساعه بالموبايل سواء اندرويد او ايفون الاثنين واحد، نفس الخطوات بنعملها. هنا ممكن كيو ار كود بنعمل له سكان، او نكتب اسم الابلكيشن على طول، مش لازم الكيو ار كود من الكتالوج او من الساعه. نسحب الستاره، ابلكيشن سهل وبسيط جدا، بنلاقي فيه شخصي وحركه وتعيين وخطوه.
الحاجات دي كلها تفاصيل خاصة اللي موجودة في الساعة وموجودة على الابليكيشن. احنا هنستخدم كلمة تعيين. في التعيين هنا هنلاقي ربط الاجهزة، بس قبل اي حاجة نتأكد ان احنا مشغلين البلوتوث واللوكيشن الاتنين مع بعض على الموبايل، وبعد كده بنضغط على ربط الاجهزة او ربط المزيد. هو هنا هيبتدي يعمل بحث. لو انت عندك اكتر من ساعة تعرفها ازاي، تدخل على الابوت وهتلاقي الماك ادرس اخره B6، هي B6 دي مش اللي تحتها، وهنعمل لها اكتراد. لكن لو انت عندك ساعة واحدة بس مش هيظهر لك غير ساعة واحدة بس، لازم يقول لي الانتهاء كده بالشكل ده كله كده. الساعة اتربطت بالموبايل، علامة الخضراء اللي كانت هنا اختفت والساعة فعلا مربوطة بالموبايل. حتى لو انا عملت اكتشاف كده اللي هو يدور على الساعة، هلاقيه بيدور فعلا على الساعة. وابتدي بأول حاجة فوق وهي اضف للشاشة. هنا بيقول لك ان انت لما ترفع الساعة ما بتنورش معاك، لو انت فعلت الخيار ده الساعة هتنور معاك. لما احنا بنرفع كده اهي مفيش اي اضاءة، لازم اضغط على النبي ده عشان الساعة تنور. طيب احنا نعمل ايه؟ هنفعل الاختيار ده بالشكل ده ونختار الوقت اللي احنا عايزينه. نورت من غير ما اضغط على الزرار. وبعد كده وضع عدم الازعاج والتنبيهات، اقدر اضيف منبه والتذكير بالجلوس. اكتشاف ده بيبحث عن الساعة، وهنا التقاط الصور عن بعد بيفتح الكاميرا بتاعة الموبايل ويخلي الساعة نفسها ريموت للكاميرا زي ما احنا شايفين كده، بقت ريموت. اضغط كده هتصور معايا على الموبايل. بعد كده بنلاقي الاشعارات، اقدر افعل الاشعارات زي ما قلنا، المكالمات والرسائل والواتساب وكل الابليكيشنات موجودة، لازم افعلها باللون الاخضر بالشكل ده كده. ليه المكالمات عندي بالشكل ده كده مش عايزة تتفعل؟ هنا الجزئية المهمة جدا، هندخل على البلوتوث اللي احنا شغلناه بالشكل ده كده، هنعمل بحث عن البلوتوث اللي هو بتاع الساعة من غير ما نعمل اي حاجة في الساعة خالص. اختار الويل اوديو هنعمل له اقتران، وده المهم جدا. كده احنا عملنا كونكت للساعة عن طريق البلوتوث عشان اقدر اتصل من الساعة، وبعد كده بدوس على السهم ده او علامة الاي وافعل مشاركة جهات الاتصال، وبتأكد ان مكالمات الهاتف معمولة بالازرق او باي لون انها متفعلة، مش معمولة كده يعني، والوثائق كمان متفعلة عشان اشغل الموسيقى على الساعة. وبعد كده بلاقي جهات الاتصال المفضلة، بضيف لحد 8 اسامي او 10 اسامي انا بتصل بيهم بشكل مستمر، وهنا اطلب الاعدادات دي بغير بيها الخلفيات بتاعة الساعة. ممكن اضيف صور او خلفيات من عندي على الموبايل، غير ان وصي بيه ده اللي هي الخلفيات الكتيرة اللي موجودة على الابليكيشن اقدر اضيفها زي ما انا عايز. اعادة ضبط الجهاز، اعمل اعادة ضبط للساعة، وهنا نزع الغي الالكترون بتاع الساعة، واخر بدخل عليها بلاقي الفايبريشن بتاع الساعة هنا متفعل، ممكن الغي التفعيل بتاعه لو انا مش عايز فايبريشن على الساعة. وممكن طبعا اعمل ترقية للابليكيشن او للساعة لو في اي ابديت نزل ليها. بالشكل ده كده احنا اتكلمنا عن الابليكيشن، وهو هو اللي موجود على الايفون، هو هو اللي موجود على الاندرويد، وكده احنا ربطنا الساعة بالموبايل. نقدر نجرب الاتصال ونجرب نتصل على رقم اوكازيون 0161239، وهي فعلا بيتصل من التليفون. ده كده اعلى صوت للساعة. اشعار جالنا على الموبايل، الساعة تدعم الاشعارات باللغة العربية. لو جيت سحبت من فوق لتحت كده هلاقي الاشعار اللي لسه جاي لي على الموبايل. ده كده صوت الساعة. صوت طبعا بعيد جدا. دلوقتي هنجرب اتصال من الساعة، وفي اتصال هيجي لنا دلوقتي من اوكازيون. رد طبعا اللي بيكلمني دلوقتي هو مش سامع حاجه عشان كده مش بيرد عليا. ودي الساعه المفروض ان انا بتصل من الساعه دلوقتي. الو الو الو، زي ما حضراتكم سامعين كده مش اي صوت طالع في التليفون. الو الصوت زي ما يكون في صدى صوت كده او بعيد قوي. الو، فمفيش اي صوت خالص. سيد سيري او مساعد جوجل، بضغط ضغطه طويله هنا كده على الساعه هيجيب لي ان هو ممكن يسمعني انا بقول ايه، وغالبا ممكن يكون المايك مش شغال اصلا. اوكازيون.com المايك مش شغال، مفيش اي صوت. دي كده كل الاوبشن الداخلية بالنسبة للساعة وربطها بالموبايل وكل حاجة خاصة بالساعة. كده سريعا احنا ربطنا الساعة بالموبايل. الساعة كشكل ممتاز، سيريال 7، شكل هو تقليد سيريال 7، فيها الاوبشن الرياضي واوبشن الصحي
فيها مميزات كتير قوي جميله، فيها خلفيات والابلكيشن بتاعها سهل. دي كده المميزات. العيوب زي ما قلنا، العيب بتاعها المايك في كل الاصدارات بتاعتها سيء جدا، يعني لو هتجيبها انسى تماما ان انت تتصل من الساعه كده. انا بالشكل ده بمنتهى الامانه قلت لك العيوب وقلت لك المميزات، وليك مطلق الحريه ان انت تشتريها. الشراء مش هيكون عن طريق موقع اوكازيون، لان الساعه دي مش موجوده معانا على موقع اوكازيون بسبب العيب اللي فيها. عجبك الفيديو اعمل لايك سبسكرايب للقناه واعمل شير عشان غيرك يستفيد لو هيشتري الساعه دي. لو عايزين نعمل فيديو ايه ارخص سمارت ووتش تقدر تشتريها وفيها المميزات كويسه، اكتب في الكومنتات.